مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نبداو مع المقادير في هذه الوصفه. هذه الرئيسي في هذا الكسكس هذا هو 1 كيلو تاع كسكس سوسيمي. كل شيء في بلادي شباب، والله الا كل شيء في بلادي شباب. الجزائر قاره، الله يبارك تبارك الله. ما نحكي لكمش يا البنات، هذيك الريحه ما شاء الله. وما عليا غير نقول لكم اقعدوا اوفياء لبرنامجي لو تور دو كسكس مع سوسيمي، لكل مره يزور بكم في ربوع الوطن.